قلت 100 مرة محدش يعتب المطبخ ولا يمد ايده على لقمة ولا معون الا ما يشاورني ويستاذن الاول. يوه جعانة اموت من الجوع يعني؟ ولا كل ما نفسي تهفني على لقمة لازم اخد الاذن؟ ايوه هو كده، يا تاخد الاذن يا تموتي. اها تفكرات كية ميغا بلاص مش هتسحبي منه لحد ما يخلص. لا لا دي مش عيشة، دي ده سجن مؤبد. انا ايه اللي يجبرني على كده؟ انا اخد حالي ومحتالي واروح لبيت ابوي عايش معززة مكرمة ست الستات. ده البيت ده يا ساتر بتعدوا على الواحد اللجمة؟ ايش حال ما كنتش مرت ولدك كنت عملتي فيا ايه؟ خبر ايه حصل يا جبرية؟ مفيش حوارات حريم واطية، مالكش صالح انت. الحقني الحقني يا عمي عايزة تجوعني. ان شاء الله ياكلك عفريت ما يخلي فيكي. ايه يا بت احنا جايبينك نعلفك هنا. مش كده يا جبرية؟ على رأيك حتى الكلام خسارة فيها، ارض بور لا بتنزرع ولا بتطرح. وهو بيدي؟ امال بيدي مين؟ انا ان كان علي عايزة اروح للحكيم النهاردة قبل بكرة عشان تبطلي ظلم وافترة. مش كده يا ندي عيب. العيب عندي امال ايه؟ بس انا عارفة انت بتكرهيني ليه، عارفة انت مش طايقاني ليه. ليه يا برنسيسة؟ عشان عمتي كريمة طول عمرك لا بتحبيها ولا بتطيقيها، ومن يوم ما اتجوزت عمي عبد الله وانت كده. طب ورحمة امك؟ لا ناس تسيبش على نفوخك ونفوخ اللي جابوكي. يا جبريه مش كده. شاهد يا عمي عشان بعد كده محدش يلومني. البنت دي لازم تتطلق. حاضر. لا وزي كل نوبة شوف مروان فين خده على المأذون يطلقها وما تباتش الليلة في البيت. أقول لك أنا هطخها طلقة أجيب أجلها وندفنها هنا في البيت ولا من شف ولا من دير. يا ريت. أنت بتتفرج عليا؟ أنت عايز إيه السعادة؟ عايز أشوف وادلي الكبير اللي هيبقى مسؤول عن العيلة بعدك ولا أنت معيش؟ دي ما بقالهاش سنة يا جبرية. كان زمانها حبلت وولدت وحبلت تاني. انت ما بتحبهاش يا جبرية؟ احبها لما تجيب لي الوقت. ماشي انا هاخدها للدكتور. خسارة الفلوس ملفولة باينة. انت عايزة ايه دلوقتي؟ يتجوز غيرها وبيت تكون نجوت ايدي، ان ما حبلت من اول اسبوع ما بقاش انا. ماشي خدي رأي مروان، إيه؟ ولو وافق يتجوز إن شاء الله أربعة، ما عنديش مانع. عايزة حاجة تاني؟ عملت إيه في موضوع عبد الله؟ موضوع إيه؟ ليه يا عبد الحكيم عاوز تموتني نقص عمر؟ خبري ولا أنت مستني كريمة وبناتها يحطوا علينا؟ يقولوا لنا فين اللي لينا ويقعدوا يحاسبونا؟ انت يا ولية مخك ده ما بيهمتش. اسمع كلامي، انا عارفة مرت اخوك دي مستنية اليوم اللي تيجي تقول لنا فيه انا ليا كد اللي ليكو 10 مرات. ما تقدرش، انا واخويا متفقين. صح انتم متفقين، لكن هي عقربة والعينة اهي قدامك. نادية دي مش بتاخوها؟ شوف لسانها ترد علي الكلمة بكلمتها، تتكلم بالعين والحاجب. حسبي الله ونعم الوكيل. انت اللي صممت تتجوزها مروان، وانا كنت اقول له قلبي كان حاسس باللي هيحصل. انت رايح فين؟ عندي معاد مع اسحاق. لكن تراعي حالك ومالك. لا مفيش. شوف يا جبرية، المال مالي والتجارة بتاعتي ومحدش له عندي حاجة. صح، بس كل حاجة لازم تكون بالورقة والقلم. كله مكتوب بالورقة والقلم. طب ما تقولي عشان أفرح وادعي لك بدل ما ادعي عليك. ادعي لي ادعي لي لميت سنة جاية كل حاجة عندي. خلاص ايه خلاص يا ام الرجالة. يلا يا مري.
هو ناوي يعيش 100 سنة جاية؟ يلي شايلة الفراش. تعالي يا حلوة اللي شايلة الفراش. اكتموا. تروحي فين بالفراشات دي يا بت؟ مروان قال لي تبحيهم عشان عمي هنيه. عمك؟ من متى بقى عمك؟ جاك عمك دبب. وأنا مالي؟ وأنا اللي قلت. تعالي هنا. انت رايحة فين؟ هخش أسلم على عمي. اتوحشته قوي. بحبه. مجيته هنيه عيد. كان نفسي اشوفه هو ومرته عمتي كريمه الست العاجله الكمل اللي تتحط على الجرح يطيب. ده انا اللي هتحط عليك. اه يا بنت اطلعي فوق اختي من قدامي. عمتك هتكسرني عشان عاوز اخش اسلم على عمي عبد الله. ازيك يا فوزي؟ اتوحشتك قوي يا عمي. جبت لي معاك ايه من مصر؟ كل خير يا حبيبتي. بقول لك ازيك يا فوزي؟ الحمد لله كويسه وزي الفل. وايه المقابله دي يا فوزي؟ وعاوزني اقابلك ازاي يعني؟ هو انت كنت بتسال ولا بتطمن ولا حتى افتكرت ان ليك اخت؟ طبعا البركه في الهانم الكمل اللي تتحط على الجرح يطيب. الا بالحق يا عمي. ازاي يا عمتي كريمه وبنات عمتي بخير؟ بخير يا حبيبتي. بسلم عليك. ازيك يا عمي؟ ازيك يا حبيبتي؟ استغفر الله العظيم. يا عمي ازاي بنات عمي؟ الحمد لله يا شمس يا بنتي. شمس فوزية عايزك في كلمتين. عايزني انا؟ بركة والله بركة ان انا بقى ليا عازة. تعالى يا اخويا تعالى زي بيتكم برضك. بعد اذنكم. نادية روح اتبع الفروج. اتبعه ودي بحانة؟ لا يا اخوي. نادية اتبع الفروج. انت اصلك مش عارف اللي حصل. امك الهم واروح امك. جرت لي بلاش فروج خليه بط. اصل اللي عايشين في مصر متعودين على اكل الفروج، انما البط حاجه تانيه خالص، وخصوصي ان عمي عبد الله بيحب الرجاج بمرقه البط. مش كده يا حماتي؟ كده يا روح حماتك. روح اتبع الفروج. يما عشان خاطري. يمشوا بس. إن ما طفحتك عظم البط ما بقاش أنا يا نادية. بقول لك يا حماتي. اه. أذبح رومي كمان ولا كفاية كده؟ أقول لك أنا اللي حذبحك. امشي يا بنت امشي امشي غوري. هي حصلت ترميني بالمدرس؟ ده أنا هقطع عليكي كمان. امشي امشي يا بنت. يا مروان. في إيه؟ أمك بترميني بالشبشب. أمك بتهني. لا كله لجلة الجيمة. أنا عند أبوي لما تعرف جبته جت على خدني. بنت يا نادي راح فين يا بنت؟ لا يا عمي كله لك ده. ده أنا الصغير والكبير ما داس أبويا فوق دماغه. أنا مش راجعة لما يجيب لي حقي. حقاه يا أم حاج. يما عيبك ده يا مري. بتقول لنا عيب؟ أنا اللي غلطانة يعني؟ بتركبها عليا يا ولد بطني؟ ما تقول لها كمان تاخدني قلمين. اخص عليك اخص. مش قصدي يما حقك علي. اوعى اوعى بعد عني. طيب فوق دلوقتي يا نادي. طب والله أنا ما قاعدة في البيت ده طول ما هي فيه. شايف؟ خلاص يما يما اوعى. مروان يا ولدي روح صالح مرتك. يا اهلا وسهلا يا سي عبد الله. يا مرحب بركتك هلت.